حدثنا غنضر قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثني شداد بن عبد الله وكان قد ادرك نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي امامه عن عمرو بن عبسه قال قلت يا رسول الله علمني مما علمك الله عز وجل قال إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فإذا ارتفعت قيل رمح أو رمحين فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يعني يستقل الرمح بالظل ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا أفاء الفيء فصلي فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان فحينئذ يسجد لها الكفار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير بأرض الروم وكان بينهم وبينه أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا أنقض الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فبلغ ذلك معاوية فرجع وإذا الشيخ عمرو بن عبسة حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ، عن أبي سلامين الدمشقي وعمرو بن عبد الله أنهما سمع أبا أمامة الباهلي يحدث عن حديث عمرو بن عبسه السلمي قال رغبت عن الهه قومي في الجاهليه فذكر الحديث قال فسالت عنه فوجدته مستخفيا بشانه فتلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه فقلت لهما أنت فقال نبي فقلت وما النبي فقال رسول الله فقلت ومن أرسلك؟ قال الله عز وجل قلت بماذا أرسلك؟ فقال بأن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء. قلت نعم ما أرسلك به وأشهدك أني أني قد آمنت بك وصدقتك فأمكث معك أما ترى فقال قد ترك راهة الناس لما جئت به فامكث في أهلك فإذا سمعتم بي قد خرجت مخرجي فأتيني فذكر الحديث حنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله حدثنا السري بن يحيى عن كثير بن زياد قال: قال ابن عبسة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق في رمضان. حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم يعني معك فقال حر وعبد يعني أبا بكر وبلال فقلت يا رسول الله علمني مما تعلم وأجهل هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى قال جوف الليل الآخر أفضل فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر ثم إنهه حتى تطلع الشمس ما دامت كالحجافة حتى تنتشر فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار ثم تصلي فإنها مشهودة متقبلة حتى يستوي العمود على ظله ظله ثم انه فإنها ساعة تسجر فيها الجحيم فإذا زالت فصل فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر. ثم انه حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. وكان عمرو بن عبسة يقول: "أنا ربع الإسلام وكان عبد الرحمن يصلي بعد العصر ركعتين" حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري حدثنا عكرمة يعني ابن عمار حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة صاحب العقل عقل الصدقة رجل من بني سليمين بأي شيء تدعي ان كربوع الاسلام قال اني كنت في الجاهليه ارى الناس على ضلاله ولا ارى الاوثان شيئا ثم سمعت عن رجل إن يخبر اخبار مكه ويحدث احاديث فركبت راحلتي حتى قدمت مكه فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف واذا قومه عليه جراء فتلطفت له فدخلت عليه فقلت ما ما أنت قال أنا نبي الله فقلت وما نبي الله قال رسول الله قال قلت أله أرسلك قال نعم قلت بأي شيء أرسلك قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوثان وصلة الرحم فقلت له من معك على هذا قال حر وعبد أو عبد وحر وإذا معه أبو بكر بن أبي قحافة وبلال مولى أبي بكر قلت: إني متبعك قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي قال فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة فجعت أتخبر الأخبار حتى جاء ركبة من يثرب فقلت ما هذا المكي الذي أتاكم قالوا أراد قومه قتله قتله فلم يستطيعوا ذلك وحيل بينهم وبينه وتركنا الناس سراعا قال عمرو بن عبسة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم ألست أنت الذي أتيتني بمكة قال قلت بلى فقلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهل قال إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الرمح بالظل ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا فاء الفيء فصلي فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطايا وجهه ، من أطراف لحيته من الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه ، من أطراف أنامله ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل وجل إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ثم يقوم فيحمد لها عز وجل ويثني عليه بالذي هو له أهل ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنبه كهيئته يوم ولدته أمه قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعطى هذا الرجل كله في مقامه قال فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي ومبي من حاجة أن أكذب على الله عز وجل وعلى رسوله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك حدثنا الحكم بن نافع حدثنا حريز عن سليمين يعني ابن عامر أن شرحبيل بن السمت قال لعمر بن عبسة تحدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مسلمة كانت فككه من النار عضوا بعضو ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهمين فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل حَنَ أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن عاصمين عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال أتيناه فإذا هو جالس يتغلى في جوف المسجد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المسلم ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه قال فجاء ابو ظبيه وهو يحدثنا فقال ما حدثكم فذكرنا له الذي حدثنا قال فقال اجل سمعت عمرو بن عبسه ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يبيت على طهر ثم يتعار من الليل فيذكر ويسأل الله عز وجل خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله عز وجل إياه حفن روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدنا بن ابي طلحه عن ابي نجيح السلمي قال حاصرنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائفي فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهمين فله درجه في الجنه قال فبلغت يومئذ سته عشر سهما فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهمين في سبيل الله عز وجل فهو عدل محرر ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة. وأيما رجل مسلمين اعتق رجلًا مسلمًا ، فإن لها عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقد امرأة مسلمة فإن لها عز وجل جاعل وفاء وفاء كل عظمين من عظامها عظما من عظام محررها من النار حدثنا روح قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر بن حوشب قال: حدثني أبو ظبية قال: قال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مسلمين رمى بسهمين ، في سبيل الله عز وجل فبلغ مخطئًا أو مصيبًا فله من الأجر كرقبة أعتقها ، من ولد إسماعيل حدثنا محمد بن بكر حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال: حدثني الأسود بن العلاء عن أن مولى سليمان بن عبد الملك عن رجل ان أرسل إليه عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين قال: كيف الحديث الذي حدثتني ؟ عن الصنابحي قال: أخبرني الصنابحي أنه لقي عمرو بن عبسة فقال: هل من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زياده فيه ولا نقصان قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبه اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ومن رمى بسهمين في سبيل الله بلغ أو قصر كان عدل رقبة ومن شاب شيبة في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابن جعفر المعنى قال حدثنا شعبة عن ابي الفيض قال عبد الرحمن في حديثه سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاويه وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى ينقضي العهد فيغزوهم فجعل رجل على دابه يقول وفاء لا غدر وفاء لا غدر فاذا هو عمرو بن عبسه فسالته عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قومين عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية رضي الله تعالى عنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله من أسلم؟ قال: حر وعبد قال: فقلت: وهل من ساعة أقرب إلى الله تعالى من أخرى؟ قال: جوف الليل الآخر صل ما بدلاك حتى تصلي الصبح ثم أنهه حتى تطلع الشمس وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر ثم صل ما بدلاك حتى يقوم العمود على ظله، ثم أنهه حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر لنصف النهار ثم صل ما بدلاك حتى تصلي العصر ثم انهه حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان شيطان فان العبد اذا توضا فغسل يديه خرت خطاياه من بين يديه فاذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه فاذا غسل ذراعيه ومسح براسه خرت خطاياه من بين ذراعيه وراسه واذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه فاذا قام الى الصلاه وكان هو وقلبه ووجهه أو كله نحو الوجه إلى الله عز وجل انصرفا. كما ولدته أمه قال فقيل له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو عشرًا أو عشرين ما حدثت به حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان قال وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة قال فما الهجرة؟ قال تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم قال فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهدي قدمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثله محجة مبرورة أو عمرة حثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسه السلمي قال قلت يا رسول الله من معك على هذا الامر قال حر وعبد ومعه ابو بكر وبلال ثم قال له ارجع الى قومك حتى يمكن الله عز وجل لرسوله قال وكان عمرو بن عبسه يقول لقد رايتني واني لاربوع الاسلام